Yeah, and it does seem like the purpose of politicizing the military and making it left wing, anti white, pro trans, all this stuff, which I think the right just sort of says, well, that's going to be a less effective military. It's bad. They make fun of it. But that seems way darker to me. I mean, it does seem like it's being weaponized against dissent in the United States. And I saw already, even in the 80s, I mean, look, I went to the Naval Academy in 1987. And I left after a year and a half because I found the political correctness and the nonsense already then on the double standards that were pursued by the, by the academy leadership while saying there are no double standards. I just found ridiculous. What were the double standards? <laughs> I remember going to the uh, the O course the first time, and they said there's this is one height of a, of a wall to get over for one gender and one height for the other one. And they said, oh, the standards are all the same but wait a minute they're liars so yeah so just let's if you're gonna if you're gonna call it the same then be the same but, but at least let's, let's be consistent <laughs> but I, I, I rolled to Hillstill. so you know went quite the opposite to one run by the federal government to one that accepted no federal funding at all interesting so even in 1987 why didn't anyone say anything about it because women don't fight different wars presumably it would be the same war so that's like very obviously insane

لا احترام ولا تقدير لضعف المرأه لا يوجد، لا انا قاعد ادفع لك راتب مو شغلي عندك عذر خاص بالنساء او كذا هذا مو شغلي انا وتعطى مهام يعني امامنا مره كانت في جنديه لا متعاطفه ولا حاقده يعني من النوع الصموت اعلى فمره من المرات راينا واحنا كن لما كنا في المعسكر الرابع الجماعي فشفنا الجنديه مكلفه بان تمسك الماء خرطوم الماء وتترشى على التراب عشان لا يجي للجنود الغبار وكان متعب والماء يجي عليها وتبهدلت فالمعتقلين راحوا وكلموا الواتش كوماندر قال له قالوا له ليش حرام هذه امراه ضعيفه كيف انت تكلفها فوق طاقتها هذا المفروض يكون عمل الرجال الواتش كوماندر استغرب قالوا انتم شكوا انتوا شكوا صدق يعني جنديه يعني ما ما يعرف مشاعر الشباب سبحان الله يعني فالواتش كوماندر اضطر لانه سووا مشكله الشباب فحتى ما تصير زعزعه امن في المعسكر الرابع جماعي فراح وغير المهام المراه وأعطاها لرجل طبعا رجل اتوقع قام يسب الشباب ما قال بس لانها مهمه صعبه صارت قصه ثانيه واحنا في العنابر الجندي احد الجنود ضرب عفوا يعني الجندية من مؤخرتها ضربها في مؤخرتها فتأثرت نفسيا و واحد من الشباب شاف المشهد تضايق فراح كلم الجندي قال له ليش تسوي كذي؟ فقال له قال له انت ايش دخلك؟ فتفل الاخ عليه الاخ المعتقل تفل على الجندي فعوقب الاخ عقوبه شديده فواحد من الجنود مستغرب من الموقف جدا قال عجيب يعني كيف؟ فالاخ قام يشرح له الثاني فقام صار حوار بينه وبين هذا الجندي فقال له ليش ما تروح تشتكي على هذا الجندي؟ قالت له ما قال لها ما تقدر لان اذا اشتكت عليه الجنود راح يتعاونون عليها في السكن وراح يؤذونها في بعض الجنديات اسلموا بسبب هذه المواقف سبب هذه المواقف اسلموا اسلموا اسلموا